قوله عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم. هذا يفيد ماذا؟ يفيد أن الأحكام الشرعية قد تأتي من جهتين. الوجه الأول أن تأتي من غير ذكر العلة، وهذا يوجب على العبد أن ينفذ، وإذا نفذ كان ذلك أبلغ في الإنقياد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الوجه الثاني أن تأتي هذه الأحكام وقد نص على علتها، فإذا فعلت كان ذلك أبلغ في الإطمئنان، ولذا جاء هنا بذكر العلة: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.